السلام عليكم، معكم رشيده من قناتكم بزين رشيده الغزواني. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الوصفه جميله ورائعه وسهله بزاف، واللي كتبغيها الكبير والصغير، وهي غريبه بالسميده والكوك، اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي رطبه وهشيشه كتذوب في الفم. نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال الغريبه بالسميده والكوك. كنحتاجو ل مكونات موجودين عندنا في كل بيت. كنحتاجو ل واحد جوج كيسان معمرينش ديال السميده، السميده على حسب الخليط ثم غادي تشوفوا. وكنحتاج نص كاس العنبه ديال الزيت، وكاس معمرش ديال السنيده العنبه، وكاس ديال العنبه عامر بالكوك، وواحد ليمونه ولا حامضه محكوكه، شويه الفاني، واحد معلقه صغيره ديال الجلوكوز اولا الكونفيتور. ما نكثروش الجلوكوز لحيت حلو باش ما تجيناش غريبه حلوه. ونص بكيه ديال الخميره، وثلاثه د البيضات، والسكر اللي سكر كلاصي اللي غادي نكمدو فيه ولا نمرمدو فيه غريبه. بالنسبه للكوك انتما كتشوفوا الكاس، كاس ديال العنبه عامر. وبالنسبه للسميده راه ما غنحتاجوش داك الجوج كيسان كبار كاملين، راه غنحتاجو كاس كبير ديال السميده والنص ديالو بحسب السميده واش كتشرب ولا لا. بالنسبه للبيض انا درت البيضات بلديين، غادي تجيني شويه اللون ديالها اصفر. نتوما واخا ديروا البيض عادي ماشي مشكل. غادي نخلط البيض وسنيده، غادي نخلطو مزيان، نطربو مزيان غير بيدي، نطربو حتى كيولي لي داك الخليط ديال البيض والسكر تقريبا كيروم البيوضه. كنخدمو مزيان، من بعد غادي نزيد لها داك نص كاس ديال الزيت. تقريبا ما كتحتاجش الزيت بزاف. وكنزيدو داك الحامضه اللي محكوكه، كنزيدوها على داك الخليط. كنزيد واحد شويه الفاني، نص معلقه صغيره ديال الفاني ولا خنيشه ديال الفاني، لكن الا كانت كاينه خنيشه ديال الفاني ديال السكر الفاني راه كاينه كتباع حتى هي. كنزيد داك الكاس ديال الكوك، كنخلط مزيان. سهله سهله، دغيا كتوجد، كتجي زوينه بزاف ولذيذه. غنبقى نزيد السميده شويه بشويه. السميده ماشي غليظه بزاف، ماشي داك الرقيقه، ماشي الفينو، لا السميده ولكن تكون رقيقه. صافي نبقى نزيد السميده شويه بشويه وكنخلط. انا قلت لكم عندي جوج كيسان كبار ديال السميده، وعادي نخوي الكاس الاولاني والكاس الثاني، غنبقى نزيد شويه بشويه. المهم غندير نص باكيه ديال الخميره، ما نديرش خميره كامله، غير النص، نص ديال الباكيه، ونخلط. ما خصنيش تكون خفيفه، ما خصنيش تكون قاصحه بزاف، حيت السميده غادي نخليوها شويه ترتاح وغتشرب داك، غتولي شويه قاصحه، غتشرب هي غتشرب. انا درت معلقه صغيره ديال الجلوكوز، و الا ما كانش كاين الجلوكوز ولا الكونفيتور بلاش،
هذيك غير داك الكونفيتير والكليكوز غير باش يعطي هذاك التعليكه باش تجي معلكه والسلام. لا ما كانوش ماشي مشكل. صافي وكنبقى كنخلط، كنزيد السميدة، جاتني بقة خفيفة شوية، زدت شوية السميدة، كنظن باقي خصها شوية. صافي وكنخلطها وكنخليها ترتاح واحد الربع ساعة ولا ثلث ساعة، كنغطيها بسيلوفان وكنخليها ترتاح، وعاد من بعد كنكوروها. صافي وكنشعل الفران على 170 ولا 180 درجة. بالنسبة للسميدة اللي بقات لي هي هذه، نتوما كتشوفوا شحال بقى، يعني نقولوا كاس كبير والنص ديالو. قلت لكم كنشعل الفران يسخن على 180 درجة وكنبقى كنكور في الغريبة ديالي، كنكورها ونديرها في السكر كلاصي. صافي كنمرمدها مزيان في السكر كلاصي، كنكورها مزيان، كنستفها في الطاوله اللي غتدخل الفران، تكون متباعده على بعضياتها باش ما تلصقليش، ما نديروهاش مقربه. صافي وكندخلها الطيب في الفران، تقوم على 180 درجة، شاعل من الفوق ومن التحت من جوج جهات. هي طابت، شوفوا كي جات مفلوحة مطرطقة، منفوخة، منظر ديالها كيشهي، وجات رطبة وفتية، صراحة جات زوينة وكتجي لذيذة. ناخذكم كتجي معلكة مع داك الكليكوز والكونفيتير ولا الكونفيتير، كتجي معلكة وكتجي غزالة 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 صراحة. نتمنى تجربوها وما تعملوهاش خفيفة باش ما تسيح لكمش، خاصها تكون جامعة راسها، وضروري تخليوها ترتاح حتى كتشرب داك السميدة، حيت كنعرفوا السميدة كتشرب وتجمع راسها، وعاد من بعد كنكوروها باش تنجح لكم. انتم شوفوا كي كتجي المنظر، جات جميلة وفي المذاق جات لذيذة ورائعة، وجات هشيشة وفتية كتدوب في الفم. نتمنى تجربوها في العيد ان شاء الله، تشكروني عليها، تاكلوها بالصحة والراحة.